جرود فليطة في القلمون آمنة تطور ميداني يسجله الجيش السوري والمقاومة خلال 48 ساعة من بدء عملية تأمين جرود فليطة وعرسال قتال في بيئة جغرافية ذات تضاريس قاسية تنهي حالة شاذة في خاصرة القلمون تم القضاء على جبهة النصرة في القلمون الغربي بشكل كامل جبهة النصرة التي تشكل خطر على الحدود اللبنانية على لبنان وعلى سوريا طبعا اعمال بطوليه خلال 24 ساعه بعمق 3 كيلومتر وجبهه 12 كيلومتر المنطقه في الكامل امنه مثل ما شايفين قتال اشتركت فيه مختلف صنوف الوسائط الناريه غارات جوية وقصف مدفعي وتحرك للمدرعات والمشاة تكامل وتنسيق عالي المستوى أدى إلى حسم سريع للموقف الميداني خصوصية المعركة معركة جبلية بامتياز أه، تحصينات الإرهابية كانت صعبة كثير خنادق مع حفر تحت الأرض أه، تم التعامل معها بكافة الوسائط المناسبة سواء بالمدفعية الطيران بأي وسائط مناسبة بعض المناطق تم التعامل معها بالشباك المباشر مع المسلحين لأنه كانوا متخنقين ضمن خنادق صعب أنك أنت تتعامل معها بسلاح بعيد فصار الشباك بشكل مباشر مع هدول المسلحين والإرهابيين تكتيك القتال اعتمد على استعادة القمم العالية في الساعات الأولى للمعركة سيطر المهاجمون على تلة البركان وتتالت عمليات استعادة التلال ليسيطر الجيش على الوديان والممرات الحمد لله قدنا قدرنا نسيطر على أولى التلات هي تلة ومن ثم سقط قدامنا التلال إن كانت باقي تلال الكرات وتلة القلعة تلة الشجرة تلة البركان تلة الثمانات والحمد لله رب العالمين نحن مستمرين لآخر شبر في الجمهورية العربية السورية دحر الإرهاب منه تأمين جرود فليطة يركز الجهود في جرود الجراجير وقارة المجاورة جهود أخرى تبذل لتأمين القلمون الشرقي في الطريق لإغلاق ملف المسلحين في القلمون بالكامل أصعب الجبهات حسمتها وحدات الجيش السوري والمقاومة في هذه المرتفعات جرود فليطة آمنة بالكامل تطور ميداني ينهي وجعا كبيرا في منطقة القلمون الغربي محمد الخضر من جرود فليطة في القلمون الميادين